أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج اليوم أن الوزارة ستقمع أي محاولة لزيادة أسعار مواد البناء الواردة في قرار الدعم الحكومي الأخير، مشددا على ضرورة التنفيذ بما جاء في القانون من ضوابط بهذا الشأن. وأضاف المدعج في مؤتمر صحفي بمناسبة صدور قانون المواد الإنشائية لأصحاب الطلبات الإسكانية والمقدر ب30,000 دينار أن الوزارة أرسلت إنذارا شديد اللهجة لبعض الشركات التي تسعى إلى زيادة أسعار مواد البناء، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لردع أي شركة تحاول التلاعب في الأسعار. نتيجة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون دعم الإسكاني المكلفة في وزارة التجارة والمقرر من مجلس الأمة من فترة، وما لا يتجاوز 30,000 دينارا دعما لمواد البناء والإنشاء. كما تعلمون أن هذا جزء من السياسة العامة للدولة على اعتبار تحريك عجلة البناء وتسهيل الأمر على المواطنين المستحقين للقسائم السكنية، وبذلك شكلت لجان، صارنا أكثر من شهر وشوي نشتغل في هذا الجانب لكيفية توزيع هاي 30,000 وإيصالها إلى الإخوة المستحقين في هذا المجال.